الحوثي يتوعد بحدث عسكري هام سيحدث اليوم عند الساعة 3 عصرا. لنشاهد التفاصيل. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات الحوثي العميد يحيى السريع أنه في تمام الساعة 3 عصرا من اليوم إن شاء الله سيتم بث مشاهد نوعية لعملية الوديعة. وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى السريع أنه سيتم خلالها بث مشاهد مراحل الرصد والإطلاق والوصول ولأول مرة. وكانت قوات جماعة الحوثي قد نفذت في 22 يونيو عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت معسكرا تدريبيا تابعا للتحالف العربي في منطقة الوديعة، حيث نفذت العملية بعشر طائرات مسيرة نوع قاصف استهدفت مركز القيادة ومواقع تدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل المعسكر. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله بحسب الناطق العسكري باسم الجماعة الحوثية. ووضح أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 60 من قوات التحالف العربي بينهم قادة عسكريين، بالإضافة إلى مقتل عددا من الضباط السعوديين. وكانت جماعة الحوثي قد استهدفت الأسبوع الماضي معسكرا تدريبيا للتحالف العربي في الوديعة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.